السلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم باش نقيم الأحذية التونسية. خلينا نعرف صنع تونس اللي نضرب بها ولا خير. المرة الأخرى عملت تقييم على نايك بريستو صنع فيتنامي. كفاتك الفيديو تنجم تتفرج فيه هناك. وإذا كان عندك حذاء ولا أي منتج آخر تعرف بها ولا خير أعطيني اسمه في الكومنت وأنت نعمل أي فيديو وهكذا ما تخسرش فلوسك في الفرق. دونك أنا اليوم باش نقيم ثلاثة أحذية واللي هو الكات والحذاء آخر كوير وحذاء أديداس قادرين بالطبيعة على أديداس نيو. باش نقوم بتقييمهم على ثلاثة معايير واللي هما الثمن والمظهر والكاليتي. نبداو بالحذاء الكوير. بالنسبة للثمن دفعت عليه 25 دينار، معناها بالنسبة للثمن موش غالي وفي متناول الجميع، إذا نعطيه 5/5. بالنسبة للمظهر متوسط موش خايب مقارنة بالثمن نتاعو، وديجا يظهر أغلى من الثمن نتاعو، إذا نعطيه 4/5. بالنسبة للكاليتي الجلد هو جلد صناعي فيه زوج قصات، قصة أمامية وقصة خلفية لاصقين بعضهم على خياطة. الصول لاصق في الكوير بالساق كهو، أما نعطيه 5/5 على خاطر ما تنساوش الثمن نتاعو 25 دينار فقط. وهذا يخلينا بمجموع النقاط نتاعو 14/15، معناها حذاء جيد. الحذاء الثاني الأديداس الأبيض. بالنسبة للثمن أنا دفعت عليه 30 دينار، أما نعطيه 1/5. هو باش تعرف علاش. بالنسبة للمظهر فيه ديفو كبير كبير ياسر، واللي هي الطبعات نتاعو مهمش مطبوعين بالباهي ومعوجين، لذا نعطيه 2/5. طبعا نجيو للكاليتي، وهنا فما ياسر ياسر غلط. أول حاجة الخياطة ماهاش مستوية وخارجة عن المسار نتاعها. ثاني حاجة الفورمة نتاع الصباط ديفورمي. ثالث حاجة الصباط مهوش مرتاح إطلاقا في الساق ويسبب الآلام. رابع حاجة الجهة الخلفية نتاع الفردة اليمين وأخر التالي أكثر من الجهة الخلفية نتاع الفردة اليسار. هذه الحاجة هذه تقعد تضربلك في ساق. لذا الكاليتي ياخذ 0/5. وهذا يخلينا بمجموع نقاط 3/5. والله أعلم هذا فعلا معمل تصنع، أما نقول له خدمة نظيفة خاطرني قاعد ناس. توا آخر حذاء واللي هو الكات بيلار، وحذاء هذا شريته ب 65 دينار، أما نعطيه 5/5 على الثمن. بالنسبة للمظهر كما تشوف مزيان طيارة على الآخر، وأي لبسة تلبس معاه يلزم الواحد العشرة ديراك. فيه برشا كولارات مزيانين، أما أني عجبني الكولار هذايا أكثر واحد. وبالنسبة للمظهر نعطيه 5/5. بالنسبة للكاليتي أنا شريته عندي عام كامل ونلبس فيه عندنا شتاء كامل نلبس فيه وتنرمد معايا عملت بيه كل شيء ومازال شادد روحه ونجم حتى نقضي عامين أخرين كان نستحضر هذه. إذا بالنسبة للكاليتي نعطيه 5/5، وهذا يخلينا مجموع نقاط 15/15، معناها حذاء رائع. الكونكليزيون تاع فيديو اليوم أنو الصناعات التونسية فيها الباهي وفيها الخايب، وكيف أنت إنسان تكون تعرف تشري وذكي تنجم تلقى حاجات طيارة على الآخر خير حتى من أحد المستوردة. وهكا وصلنا لنهاية الفيديو. جاي مبوني قريب نوصل ل 100 ابوني، وإن شاء الله قناة هذه نردها أحسن قناة في تونس بعد النص الكل، وإن شاء الله نلتقانا في الفيديو الجاي.